إيم آرمث، إيم آرمث، أو إيم آر مأورمث، هنظبطها جرامر. إيم آورمث، هنا أي إم، أدي الأي وأدي الميم، يبقى دي إيم، إيم وهنا علامة النفي، يبقى دي على طول ما تخليش، ما تخليش، دي نفي، يبقى ما تخليش. بعدين أدي علامة الما، ما ما، وأدي الأ مكمل صوتي، وبعدين أ تاني، يبقى نطول الأ. هنا نقول ما ما، يعني يشوف، وهو المخصص عين، فما يعني يشوف، هنا ما تخليش يشوف. طبعا ما تقارن بايه؟ مقع عينيه، مقع عينيه في الحاجه، يعني يدقق فيها قوي، بنقولها في العربي. طيب في العامي بتاعنا، طيب ايه ما ما تخليش يشوفه؟ ايه بقى؟ ر، وبعدين ادي ث، وبعدين راجل وست وجمع، يبقى ايه؟ راجل وست وجمع، يعني كلمه ناس. ناس يعني ايه بالهيروغليفي؟ معناها رمث. فهنا جايب لي ر والث عشان يفكرني بالكلمه، او يؤكد لي ان هو قصده على رمث. فانا هكمل الميم من عندي، اقول رمث، رمث، رمث دي معناها الناس. يبقى ما تخليش يشوفوا الناس، يعني ما تخليش الناس يشوفوا، ما تخليش الناس تبص، ما تخليش الناس تبص، او ما تخليش الناس يشوفوا. ايم مع رمث، ايم مع رمث، يعني ما تخليش الناس يشوفوا.